تفضل. نعم، صباح الخير زميلة فخر، صباح الخير زميل مجحن، صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون الأردني، صباح الخير أيضا لكل مستمعينا مستمعي إذاعة الأمن العام. زي ما بدأنا اليوم مع بداية حلقتنا للبرنامج المفتوح الصباحي، وأنا وهنا لأنه اليوم راح يكون إن شاء الله حملة وطنية للتبرع بالدم في كل محافظات المملكة تقوم بها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الإعلام الأمني وذراعها الإعلامي إذاعة الأمن العام. مزيد من إلقاء الضوء على هذا الموضوع، يسعدنا في هذا الصباح يكون معنا على الهاتف مباشرة العقيد خضر آل خطاب مدير إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام. خضر بيك، يسعد صباحك يا سيدي ويعطيك ألف عافية يا رب. صباحك ويسعد صباحك وصباح كافة الإخوة المستمعين والشباب كلهم عندك في الإذاعة حازم. يسلمك خضر بيك، يعني إذا ما سمحت من خلالك يعني هذه الحملة التي تبدأ اليوم وبالتزامن مع كل محافظات المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية أيضا بنوك الدم، أبرز أهداف هذه الحملة وأهميتها في وانطلاقتها من إدارة الإعلام الأمني. سيدي، أول شيء بحب أنوه حقيقة أنه هذه ليست المرة الأولى، يعني ولا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة التي يقوم جهاز الأمن العام من خلال أي وحدة من وحداته بمثل هذه الحملة اللي هي تحديدا التبرع بالدم. ولا أتحدث الآن عن منظومة العمل الاجتماعي الإنساني ككل التي يطلع جهاز الأمن العام بها كجزء هام ورئيسي بواجباته والحفاظ على الأمن، لأنه الأمن الإنساني مهم جدا وركيزة أساسية تنطلق منه مسألة الحفاظ على الأمن بشكل عام. ما ستقوم به إدارة الإعلام الأمني اليوم إن شاء الله ممثلة بإذاعة أمن FM ومن خلال مندوبيها في المحافظة كاملة، راح أشير فقط نقطة واحدة بسيطة جدا، لكن سأترك لك ولزملائك المندوبين في المحافظات أن تتحدثوا بإسهام أكيد عن كافة التفاصيل والجزئيات، لكن أكتفي بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نحن ندرك تماما بأن قطرة الدم هذه قد تساهم بأمر الله عز وجل في إحياء روح بشرية. لما نتخيل حازم أنه أي قرابة إلي أو إليك الآن بالمستشفى وإحنا بنشوف قديش بيجينا اتصالات سواء بشكل خاص أو بشكل رسمي أنه بسرعة في مريض الآن في المدينة الطبية، في مريض في البشير، في مريض في المستشفى الكذا محتاج 7 وحدات 10 وحدات، كيف الشباب كلهم لحالهم يدافعوا وبيطلعوا بكون مطلوب 7 وحدات تروح 17 و20. فالمسألة فقط يعني اليوم هي ليست يعني خلينا نقول تحريك للمشاعر، لأنه المشاعر هي موجودة دائما عند كافة الإخوان في خلينا نقول إخواننا الأردنيين والشباب المقيمين ضيوف على أرض هذا الوطن، لكن المسألة فقط هي مسألة خلينا نقول إن نتحرك كلياتنا بلحظة واحدة، مسألة تنظيمية ليست أكثر، حتى ما ننتظر لحظة الحاجة لمريض ومن ثم ننطلق. لا، احنا ان شاء الله بدنا نأمن يعني اكبر كميه بنقدر بامر الله عز وجل من خلال مندوبينا في المحافظات ومن خلال وحدات الامن العام المختلفه. والحمله كما تعلم انها تسير باتجاهين، اتجاه نفس مرتبات الامن العام ان يتحركوا لكافه المستشفيات او للمواقع اللي تم تحديدها بالتعاون مع وزاره الصحه وبنك الدم، والى خلينا نقول القطاعات المدنيه الاخرى اللي استطاع مندوبينا في المحافظات المختلفة مندوبي إذاعة من FM الوصول إليهم. هذا يعني، وأنا متأكد تماما من هذه الحملة مهما كانت نتائج إن شاء الله ستكون نتائج طيبة، لكن لن تكون أيضا الأخيرة، لن تكون الخطوة الأخيرة، بينما هي خطوة في خطوات تجسيد العمل الإنساني الذي بدأت به لتحقيق الرؤى الملكية في التكامل الاجتماعي الحقيقي ولاستمرارية تنفيذ توجيهات قيادة جهاز الأمن العام. أخي حازم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر خضر بيك العقيد خضر آل خطاب مدير إدارة الإعلام الأمني، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة. شكرا جزيلا يا سيدي، صباحك سعيد. أعود إلى الزملاء مجحم وفخر في التلفزيون الأردني. من المناسب هنا الإشارة إلى أننا سنكون اليوم على موعد مع كل محافظات المملكة مع كل بنوك الدم في محافظة المملكة من خلال مندوبين في المحافظات ومن خلال الهيئات الشبابية ومديريات الشرطة وكل الهيئات الشبابية وفعاليات المجتمع المدني في رسم بصمة واضحة في العمل الإنساني. وكما ذكر خضر بيك بأنها ليست الأخيرة وليست الأولى، إن شاء الله سنكون إن شاء الله معكم في حملات أخرى متتالية حسب الحاجة وفي أزمنة متباعدة
حتى يتحقق الهدف وتتحقق الرؤى إن شاء الله رب العالمين بوجود هذه المادة الضرورية لحياة الإنسان تحت عنوان وشعار قطرة دم تساوي الحياة. وفي ذلك قدوتنا في هذا الموضوع هو قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي كان أول من مد ذراعه ليتبرع بالدم إلى الأردنيين وإلى ضيوف الأردن. كل الشكر والتحية لكم زملائنا في التلفزيون الأردني ولكل مشاهدينا في هذا الصباح الفخر والاعتزاز والتحية أيضا أعود